8 يوليو، والفاكس اللي اتبعت مجلس قومي 8 يونيو. فانا مش عارف، اتفاجئنا واضطرينا ان احنا استقرنا يعني خلاص 8 يوليو زي ما كتب. وبعد كده عرفنا 48 ساعه ان مفيش وقت للموضوع ده كله، فلقينا خلاص الموضوع متلخبط تمام. صحيح، صعب. جنوب افريقيا بتهيألي بتاخد حوالي 10 ساعات طيران. ايا كان، انا طبعا انا سعيد وبشكر سياده السفير في مصر، سفير مصر في جنوب افريقيا الاستاذ محمد بدر، ان هو ان الراجل اهتم بالموضوع كله، وفي نفس الوقت ايا كان مين اللي ممكن يستلمها هناك، فدي حاجه كويسه لمصر قبل ما تكون لحسام. اكيد احنا سعداء ان انت خدت حاجه زي كده كابتن حسام، ودي بتبقى مش بس ليك انت، دي بتبقى لمصر كلها. قبل ما نسيبك عايزين بس، فيش اي حاجه كده مصر النهارده تعرفها؟ يعني في صفقات جديده اتعملت على لعيبه جديده، يعني تغييرات هتحصل، يعني قول لنا حاجه كده. اولا انا لسه شايف دلوقتي، جبت القناه فشفتكم دلوقتي، فانا طبعا مساء الخير مدام منى، انا ما خدتش بالي في الاول طبعا وتامر. فبالنسبه للصفقات احنا يعني احنا بنسعى ان شاء الله، ولكن عايزين جمهور الزمالك ان هو ان شاء الله يحس ان في تغيير، يحس ان في ناس بتقاتل على نادي الزمالك. فدي مش تيجي من خلالي انا وابراهيم فقط، الحمد لله انا وابراهيم بنحارب، يمكن حتى الاجازه بتاعتنا قعدناها لحد النهارده. والموسم هيبتدي خلاص بعد يعني بعد اسبوعين ممكن نبدا فتره اعداد. كل الكلام ده كنت قاعدين في مفاوضات لاعبين واختيارات لعيبه وحطيناها على مجلس الاداره، ولكن الدور الاكبر دلوقتي ان شاء الله على مجلس الاداره والاستاذ ممدوح عباس طبعا في لندن، عشان عشان العمليه او الكشف عليه هناك. لكن اعضاء مجلس الاداره الموجودين في مصر، اتمنى ان شاء الله وانا بصوتي وصوت جماهير الزمالك ان شاء الله ان هم يتموا الصفقات اللي احنا اتفقت عليها، واللي انا رشحت اللعيبه بالنسبه اللي ليهم نادي الزمالك. هو انت فعلا يا كابتن حسام عايز الحضري؟ يعني انا مش عايز اتكلم تفصيل، يعني حضري اي لعيب اي نادي يتمناه، ولكن في اولويات يعني بدون الكشف عن، لان انت عارف المفاوضات دي لما اتكلم اي نادي مثلا بيتكلم على حد بتلاقي الدنيا كلها طبعًا دخلت طبعا. فانا لكن عصام الحضري من احسن الاجوان اللي جت في مصر. لا طبعا هو من احسن الاجوان، بس هو يمكن جمهور الزمالك بس اللي استغرب الخبر، لان انت عندك الحقيقه احسن جون في مصر كمستوى دلوقتي عبد الواحد. انا لسه بقول لحضرتك، لما يكون في لو عندك جونين احسن جونين في مصر زي عصام الحضري عبد الواحد، اللي يبقى دي مكسب لنادي الزمالك. ولكن انا برضو ما بتكلمش يعني دلوقتي، ما قلتش ان عصام جاي او مش جاي، لكن لا بقول بس اي حد يتمنى ان يكون عنده عبد الواحد وعصام الحضري. تمام. ولكن لو ما كانش في عصام، انا عايزين حد مع عصام مع عبد الواحد السيد يكون يقود الفتره اللي جايه، لان عبد الواحد السيد اتحمل عبء كبير في الفتره صحيح. اللي فاتت، وان شاء الله يكون قادر على ان شاء الله. هو انتوا عندكم ابو كنيه بس هو ده اللي رسمي انضم؟ ابو كنيه، وان شاء الله يكون هي مساله تحديد المبلغ الدفع الاقساط بتاعته ازاي. تمام. ولكن انا بقول زي باكد عليك من خلالكم يعني ان مجلس الاداره ان شاء الله عليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه طبعا. وفي نفس الوقت يعني رساله ان شاء الله، اتمنى من شيكابالا ان هو يقدر جماهير الزمالك ويقدر ويحترم جماهير الزمالك. احنا كمان بنتمنى كده. سؤال اخير لحضرتك، الجهاز الفني والاداره ان بالزبط. شاء الله علاقتك بالجهاز بمجلس اداره النادي عامله ازاي، كويسه ولا فيها مشاكل؟ لا انا الحمد لله ما عنديش مشاكل، انا الحمد لله علاقه كويسه. الحمد لله انا جاي نخدم نادي الزمالك ومجلس اداره جاي يخدم نادي الزمالك، فبالتالي كلنا عايزين نفرح جماهير الزمالك، فبالتالي ما عنديش مشكله. انا الحمد لله حتى لو في البدايه كان الناس عايزه، فناس عايزه حسام وابراهيم وناس مش عايزه، ده في البدايه لازم اي حد يختلف، لكن لما اشتغلنا والنتائج والموسم اللي اتعمل ده يمكن احسن موسم في الخمس ست مواسم اللي فاتوا للنادي الزمالك. فالمجلس الاداره الحمد لله دلوقتي حاسس ان في شغل، ولكن هي اللي انا منتظره دلوقتي عشان يبان شغلنا اكتر كمان الدعم بقى بتاع مجلس الاداره، اللاعبين اللي عايزين اللي انا عايزهم. هو بس انت قلت ان عايز شيكابالا يحترم الجماهير، هو عامل مشاكل يا كابتن حسام؟ والله انا سمعت ان هو باعت، سمعت يعني يعني في جواب جاي من مجلس، جاي باعت جواب عن طريق يعني تقريبا حد من الناس اللي بتلعب في دماغه كمصر وكلاء، ان هو عايز يفسخ العقد. فدي حاجه طبعا مضايقاني جدا، لسه عايز اتاكد منها من خلال مجلس الاداره. تمام. لما واحد عايز يفسخ العقد ده يعني الموسم ده يمكن فرق معاه جماهير الزمالك، فرق معاه الجهاز، فرق معاه الاداره، فرق معاه اسم نادي الزمالك، ان هو الراجل
اعمل احسن موسم ليه في او فتره حياته. مظبوط. مش كل الموسم ولكن الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض الناس كلها قالت ده احسن لعيب في مصر، فبالتالي ان الاوان ان يرد الجميل لنادي الزمالك ويستمر في الفتره. لا واحنا ما صدقنا الحقيقه، ما صدقنا ان هو يلتزم اخلاقيا ورياضيا. بالظبط. ولو ما استمرش انا بقول ان هو هيسيء لنفسه ويسيء للنادي اللي حبيته، وفي نفس الوقت نادي الزمالك برضه مش هيقف على اي حد لان احنا متمسكين بيه، هو لازم عليه الدور ان هو يتمسك بنادي الزمالك. صحيح، ده كلام محترم جدا. شكرا ليك كابتن حسام حسن والف مبروك مره ثانيه الجائزه.